بكره احلى هتحلى طول ما. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يوم جديد وبكره ان شاء الله احلى. تعالوا نشوف مع بعض كده مشهد يمكن بنشوفه كتير جدا في حياتنا اليومين دول كمان بالتحديد. لما تيجي تفتح الفيسبوك كده تلاقي في بوست، في صوره ست كبيره في السن وشها وارم وعينيها وارمه ومضروبه. تيجي تقرا بقى تحت كده تلاقي قصه انه ابنها ضربها وعذبها عشان خاطر مثلا يرضي مراته. فتنزل تحت شويه كده تلاقي بقى بوست تاني، فيديو حد سواق بيستجير بالليل في وقت متاخر جدا، دي ابنها رماها معاه في العربيه ومشي، والست ما تعرفش اي حاجه وبتعيط وبتبكي بكى شديد جدا عشان ابنها رماها بالليل متاخر وهو الراجل ما هوش عارف يروح بيها فين. فتلاقي بعد شويه كده بعد كام يوم كده خبر تاني ان الست اللي كانت راكبه التاكسي دي، الست دي اتوفت. ولما تقعد تفكر كده هو مين السبب في كل اللي بيحصل للناس اللي عاشت عمرها كله شقيانه وتعبانه عشان تربي وتكبر ويبقى في النهايه يعني سبب الموت او سبب الوفاه ضرب ابنها ليها او قهرتها ووجع قلبها على البنت او الولد اللي شقيت وتعبت وربتهم ورفع ايده وضربها ولا عورها ولا هانها ولا فتح باب الشقه وزقها ولا خدها ونزل ورماها في الشارع ولا خدها ووداها دار المسنين. تحس انه في خلل في الكون وتقول ايه؟ طب يعني هل الناس دي كانت بتعمل كده في ابوها وامها عشان خاطر تشوف ده من ولادها؟ وبعد بقى ما الواحد يفقد ابوه وامه يقعد بينه وبين نفسه كده، نفسه بس يشم ريحه ابوه وامه ويحس بنعيم الدنيا كله ويحس ان المشاكل دي كلها اللي وصلته للمرحله اللي هو فيها، وان الدنيا كلها ممكن تكون بتتحل كل مشاكلها بمجرد ما يبص في وشهم. يعني لو عندك ضيق في رزقك اجري بسرعه بر ابوك وامك، لو عندك مشاكل كبيره في حياتك حلها برضو هو بر ابوك وامك، لو عندك مرض ومش قادر عليه ربنا هيزيح عنك برضو ببر ابوك وامك، لو عندك ابن عاق افتكر وشوف كده وارجع بالزمن انت عملت ايه مع ابوك وامك. ولو كل بيبان الدنيا كلها اتقفلت في وشك اجري وخبط عليهم، خبط على بابهم، لان الدنيا كلها بتلف حواليهم وعندهم هما بس. اللي طالب دنيته واخرته يترمي تحت رجلين ابوه وامه. ويمكن ده اللي ممكن او لازم اننا نتعلمه من قصه سيدنا يوسف، ونشوف ازاي اكرم ابوه وازاي عفى وسامح عن اخواته بالرغم من كل اللي اتعمل فيه، وده كان عشان لسه قلبه فيه رحمه وخير. ده اللي هنتكلم ان شاء الله عنه النهارده مع فضيله الشيخ محمد ابو بكر من علماء وزاره الاوقاف والازهر الشريف، وان شاء الله نكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيلة الشيخ السلام عليكم، اهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله وبياك وجعل الجنه مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، ادمعت القلب قبل ان تدمع العين. ده انا يعني لجمت نفسي شويه يعني انا قلت ايه خلاص بقى كفايه كده. لا والله هي يعني هو انا والله بقول الكلام ده من قلبي قوي، لاني يعني ابويا وامي مش موجودين، فانا مدركه ربنا يرحمهم يا رب، وجدتي اللي هي امي الثانيه، وعشان كان انا ربنا انعم عليا باثنين امهات في حياتي، ده كانت من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا. الله على الجميع، ربنا يرحمهم يا رب. فمدركه قوي 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 يعني ايه الواحد يبقى محتاج حضنهم ومش لاقيه، يعني ايه الواحد نفسه في دعوه منهم ومش طايلها. فالناس اللي عايشه النهارده وابوها او امها موجودين او حد منهم موجود ومقصره معاهم هتندموا ندم عمركم كله، الندم اللي هو بقى مفيش بعده اي حاجه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انشا وبرى وخلق الماء والثرى وابدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الظلمه اذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذره في الارض ولا في السماء. خلق ادم من تراب ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، ونجى الخليل ابراهيم من النيران فاعتبروا بما جرى، وأيد موسى بمعجزات تبهر الورى، وأرسل عيسى بالآيات لأولي النهى، وزكى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم فكان مسك الختام والهدى. وبعد،
ونحن نلملم أوراق قصة نبي الله يوسف عليه السلام. اسمحي لي أن أجعل هذه الحلقة مجرد محطات. المحطة الأولى محطة صعبة علي شويتين قوي، وأنا أعيد النظر في صورة يوسف عليه السلام. استوقفتني حادثة نسوة المدينة حينما غبنا، فدعتهن امرأة العزيز وأجلستهن وأعطت كل واحدة منهن سكينة، ثم أمرت يوسف أن يخرج عليهن، فالأبصار إليه خاشعة والجوارح معطلة، أيادي تقطع ودم ينزف، وإحساس متوقف لمجرد النظر لبشر حاز نصف جمال الكون، فأصبحوا لا يشعرون بألم ولا يشعرون بوجع، بل فقدوا الإحساس تماما لدرجة أنهن قطعن أيديهن. قلت سبحان الله، إذا كان هذا هو حالهن وهن ينظرن إلى يوسف الذي حاز نصف جمال الكون، فكيف حال أهل الإيمان يوم القيامة وهم يقفون يكشف الله حجاب النور عن وجهه ليتلذذون بالنظر إلى نور وجه ربنا الكريم، يستمعون بصوت ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قلت والله لو لم يكن في الآخرة إلا النعيم في أن ننظر إلى نور وجه ربنا الكريم لكفى. طبعا. وتخيلت أيضا هؤلاء الذين أصابهم الحسرة، أصابتهم الحسرة وأصابتهم الندامة، وهم يذهبون لينظرون إلى نور وجه ربنا الكريم، فإذا بهم يحال بينهم وبين ربنا ويستمعون قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قلت والله لو لم يكن في الآخرة إلا هذا الخسران والخزلان لكفى لأهل النار. يا ساتر يا رب. فالذي ينظر إلى الحرام لابد وأن يدرك أنه محروم من لذة إلى نظرة عالية لوجه ربنا الأكرم. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية، وأنت تتحدثين عن البر، انظري أي أنواع البر الذي تتحدثين عنه. سيدنا يوسف عليه السلام لم ينتظر أبوه لأن يدخل إلى مصر، وإنما خرج يستقبل أبوه من على حدود مصر من سيناء الطاهرة. أسأل الله أن يحفظ سيناء وأن يحفظ مصرنا، أمين يا رب، وأن يجعلها حصنا منيعا وأمنا وأمانا وعزا ورخاء على الدوام، اللهم أمين. خرج يستقبله، ومش هو لوحده، ده يستقبل معاه إخواته وزوجة أبيه. ولذلك القرآن عبر إيه، خدي بالك: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. شوف الجمال، زوجة أبيه. آه، لأن حبيب وحبيبي حبيبي. صح صح. الشاعر الله يرضى عن قيس كان يقول: أمر بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار. الحب عالي قوي والبر عالي قوي. انظري لهذا الملمح. ولذلك حضرتك وحضرتك بتقولي أنا محرومة من دعوة أبويا وأمي، أو محرومة من دعوة جدتي، أقول لك أبدا، أنت مسكينة ما تعلمتيش حاجة من السلسلة اللي فاتت. ما أنا قلت لك مليون مرة يا دكتورة لميا، هم يدعون الله لك. لا أنا مش بقول محرومة. انت نسيتي. لا 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 لا، أنت ما فهمتنيش. أنا مش بقول محرومة، أنا بقول في حاجة للدعوة دي.
لا في حاجة للضمة مش للضحكة. ومين قال لك هم ما في حاجة للضمة؟ مين اللي قال لك هم ما بيضمكيش؟ ولكن ليس كل حضن يشعر به. خدي بالك من دي قوي. وأنت في ستر بدعوتهم. الحمد لله. ودائما أعيد، الإنسان أبوك وأمك في القبر، أنت يعرض العمل عليهم، فإن رأوك في خير يقول اللهم أدم عليه الخير واحفظ عليه سعادته ولا تقبضه إلا على عمل خير، ولما يلاقوك في الشر يقول اللهم تب عليه توبة ترضيك واغفر له ما مضى وأحسن له فيما هو آت. ولذلك لما بتعملي خير أبوكي بالبلدي كده وبالبلاء وبالأناطر بقى يتجعرم بيك ويتفشخر بيك أو قدام الأموات. شوف إزاي. ولما تعملي شر يتنكس قدام الأموات. ولذلك سيدنا عبد الله بن رواحة قال لابنه كده لما فاتته الصلاة ورا سيدنا الحبيب صلاة العشاء وصلها 40 مرة، قال يا ولدي لقد أحرجتني وأخذلتني في معسكر الموتى، فخليني أروح بيكي في عجالة. سيدنا يعقوب يستقبل ويقف سيدنا يوسف ويستقبل أبوه، وبعدين يجمعهم سيدنا يعقوب عشان يديهم الوصية النهائية بقى قبل ما يموت بلحظات. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم فاضت روحه فغسله سيدنا يوسف وكفنه ووضعه دفنه في أرض الشام. سيدنا يوسف عاش على أرض مصر 120 سنة، وكانت آخر 40 سنة في حياتي ملوش دعوة في حياته إلا دعوة واحدة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله. تخيلي بالله عليك لما أم وأب يتصلوا بيا، الأب الكريم الأم عاملة معاه مشكلة وتقول له اديني فلوس أنا هنزل أجيب لك أنبوبة أكسجين علشان أنت مريض عشان صدرك تعبان، أصل الابن مشغول، أصل الابن زعلان، وتقول له قول للأب ليه تتصل بابنك؟ وصل الجحود والإنكار أن أصبحت المادية على الأبوية. لو أنه ترك ماله وترك عمله وجلس تحت قدم أبيه لرأى الخير. المرة اللي فاتت وأنا ماشي باتصل بإحدى أمهاتنا الجميلات فلقيتها زعلانة، مالك زعلانة ليه؟ قالت لي وهي تحبني حبا جما أنا وزميل لي ونعتبرها أمي، قالت لي أصل النهاردة أطال الله عمرك وأحسن بقائك، النهاردة ذكرى وفاة صاحبك فلان وأنا كنت عنده في القبر، فاسترجعت بالذاكرة بقاله كم سنة وعمري كم سنة وهي ما زالت ترتدي الأسود ودمعها على ابنها. نعم، ودمعها لم يجف وقلبها ينفطر، وكل ما تشوفني تقول لي يا رب يديك الزيادة عليهم، أقول لها كفاية كده هتخرب بيتك كفاية عليهم كده. فتخيلي وأشوف كده وأبص لها وهي تبص فينا وتقول تقول نظرتي إليهم نظرة كان صحابه، أصل دول كانوا إخواته، أصل دول كانوا حبايبه، وتبص لنا كده وتحس بفرحتها لما الواحد فينا يترقى ولا ينتقل لمكان جديد كأنها شايفة هو اللي اتنقل، وتبقى طايرة بيك طير وتبقى فرحانة بيك فرحة وتفضل تتغنى بيك لحد اللي حواليك ما يحسبوه لمجرد إنه أنتوا أصدقائه وأصحابه. لمجرد أصدقائه. فبالله عليكم أنا دايما بقول كده، إما للإبن لو عاش يبقى الحب قد إيه؟ إما إحنا البعاد عنه شعرين بالحب ده، إما إحنا اللي ما جيناش لم ينظر قلبها إلينا ولم تتألم علينا ونحن في بطنها ولم نأخذ فيتامينات جسمها كله أثناء فترة الحمل ولا بشيء من ألم الولادة وهي تقول يا رب خد من عمري واديله ويا رب أثر في أيامي وطول في عمره وهي نازلة
وأنت تبكي وهي تضحك وتستقبلك إلى الحياة وتبقى مش قادرة تقف، نزيف مستمر بعد الولادة ومش قادرة، لكن تقوم تتحامل وتقولك عشان أديله لبن السرسوب عشان يقوى عشان يبقى جديد، تبقى بتسقط على نفسها وبتعمل لك الكمادات. بالله عليك، ألا تستحق هذه الحنو؟ ألا تستحق هذه البر؟ تستحق الدنيا الأم كلها. ما تستحقش. خليني في آخر نقطة لأن أنا شايفك بتقفل الحلقة. عندنا تقريبا عندنا تليفون. عندك تليفون؟ قبل التليفون طب. هل تزوج نبي الله يوسف زليخة؟ بعض الأقوال قالت نعم، لكن سواء تزوجها أو لم يتزوجها، وإن كان ابن كثير وابن أبي حاتم والقرطبي والطبري ذكر إن هو تزوجها، لكن أنا عايز أقول وصية سيدنا يوسف الجميلة فضل. لما دخل بزليخاء قال يا زليخاء أهذا خير أم كنت ما تتمنين، الحلال ولا الحرام؟ فقالت لا تؤاخذني، لقد كان صاحبك يرغب عنا، وأنا امرأة مرغمة منعمة في سراء وملك وسلطان، وأنت من الجمال ما حست، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فعشان كده بقول للناس كلها وبقول للي سامعني، اوعى تخاف فوات الرزق لو انت شغال في شغل حرام، اوعى تخاف تسيب الحرام، سيبه عشان ربنا هيعوضك بالاحسن، هيديك هيضاعف لك طبعا. اوعى تفتكر ان انت اما تسيب شغلانه وتروح لابوك وامك ان انت هتفتقر، والله ابدا، والله الذي لا اله الا هو ابدا. عرض علي السفر وانا خريج جديد فابى ابي لاني يعني المدلل عنده، واذا باحد الناس يقول لي والله كده ستفتح لك الدنيا من اوسع الابواب فاصبر. فسبحان الله فتحت علينا الدنيا، ويكفيني يكفيني والله امبارح جاتني رساله كده، شاب عنده 23 سنه يقول لي انا مش طالب حاجه من ربنا قبل ما اموت الا انا اشوفك واسلم عليك. يا سلام، والله ابكاني. طب احنا عند ربنا لينا لازمه؟ لينا عازه؟ طب احنا اصلا لينا كيان؟ ده احنا كلنا ذنوب وكلنا معاصي، عشان الناس يعني تيجي عشان تسلم علينا وتبص لنا؟ بالله عليكم شوفوا قدرنا عند ربنا قد ايه، لو لم يكن لنا إلا دعاء الناس لكفى. خدي التليفون. طيب ناخد مروة. مروة اتفضلي. ألو. أهلا بيك يا مروة. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله يا تمام. الصوت مش عندنا في الاستوديو. حاجة حصلت لي من 10 أسبوع كده بالظبط، وعايزة أعرف يعني. ثانية واحدة يا مروة. مروة اتفضلي. الصوت مش في الاستوديو. اوكي اتفضلي يا مروة. ألو اتفضلي، سامعينك. سامعيني. طيب انا عرفت ان انا حامل في ابني الثالث من 6 شهور. وكنت انا مش سامع يا سيدي احمد، الله يرضيك. الصوت علينا الصوت شويه. علينا الصوت شويه. هي عرفت انها حامل في ابنها الثالث من 6 شهور. طيب وكنت مضايقه جدا، وكنت يعني رافضه الموضوع تماما. ما عملتش حاجه تغضب ربنا يعني، ولا عملت عمليات ولا حاجه، بس كان في حاجه من جوايا حاسه ان انا مش قادره، مش هقدر ان انا يبقى عندي 3 أطفال بمدارسهم بكل التزاماتهم. والحمد لله تقبلت الوضع يعني كل حاجه. ويوم الولاده كان يوم 27/11 اللي هو اللي فات من 10 ايام. وهو توفى بعد 3 ايام. انا مش عارفه هو ربنا بيعاقبني ولا يا ست مروة. ربنا كريم. ولا زعلان مني ولا لا 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 لا. اصبري بس، ربنا كريم، ربنا ما بيعاقبش احد ابدا. ولكن انا بقول للناس دايما يا ريتنا نرضى بنعم ربنا سبحانه وتعالى. ما احنا ساعات كده خدوا بالكم بنعمل حبه حاجات نقول خلاص وما بيتعاندش. يا ريتنا، لا يا ريتنا نرضى بالنعمه. وخدي بالك دايما لما ترزقي بنعمه زي طفل، اوعي تقولي مش هقدر يبقى عندي 3 أطفال، لانك انت ما ساعتيش. ده في ناس بتبقى يعني واخده الوسائل وتحمل. فثق ان ربنا هيديله، اصل هو الرزق مش عليك انت، الرزق عليه هو. وادام انت يعني اخذت بالاسباب وبتسعى خلاص. وخدوا بالكم ربنا قال كده: ولا تقتلوا اولادكم من املاق. فبالله عليكي ازاي جالك قلب تقول لعطيه ربنا لا؟ على أي حال الموت مقدر قبل أن يخلق الله الإنسان، وهذا أجله وهذا عمره، لكن توب إلى الله واستغفر ربنا. ليه؟ لأن ربما يكون الولد ده كان هو اللي هيبقى الأبقى،
كان صح. هو اللي هيبقى الابر وكان هيبقى سبب الرزق والسعاده الحل. وكل حاجه كان هو اللي يبقى سبب فتح الباب. صح. فتوبي الى الله واستغفري، واسال الله ان يتوب علينا وعليك وعلى اوساط المسلمين. رب. امين يا رب. عائشه. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا حاجه عائشه، اتفضلي، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا حاجه عندي 60 سنه النهارده. ربنا يديك الصحه يا رب. بس اللي عايزه اقوله لك، معلش انا غضبت امي انا في مره كانت واقفه على الباب طردتها في البيت. الكلام ده من حوالي اكتر من 9 سنين. انا بدعي لها في كل صلاه وفي كل ركعه وفي قيام الليل وفي الفجر بدعي لها لامي. هل هتسامحني ولا مش هتسامحني؟ هي توفت يعني بعد الموقف ده ولا كنتوا اتصالحتوا يعني؟ لا توفت بعد الموقف ده بسنة ولا باتنين، وهي سامحتني بس انا مش قادره اسامح نفسي. انا مش قادره اسامح نفسي. يا حاجة عائشة. ايوه. دموعك هذا تكفر عنك الخطيئة. ربنا بس يخليك. في شرط واحد. ربنا يخليك. في شرط واحد. ايوه. لو ربنا موسع عليك من المال تصدقي صدقه خاصه لامك. تصدقت وطلعتها. ودايما اجعلي الدعوه الخاصه لامك. خدي بالك من دي، الدعوه الخاصه لمين؟ لامك. خلي بالك. بدعيلها بكل صلاه. ربنا يتقبل منا ومنك ان شاء الله ويرحمها ويحسن عملك. خليني بقى في عجاله. معاكي تليفون ولا حاجه تانية؟ لا بس خلاص. طيب خليني في عجاله بسيطه قوي. العجيب بقى ان امر القران ده من الاعجاز القراني في سوره يوسف. دايما تلاقي القران يقول وقالت امراه العزيز وقال نسوه في المدينه. ما عبرش بلفظ الزوجيه خالص. عارفه ليه؟ لان دليل ان خدي بالك لما القران يتكلم بلفظ امراه او النساء يبقى البيت فيه خلل، يبقى البيت فيه مشاكل. ولذلك يقول لك ايه، واذا طلقتم النساء واتوا النساء وان امراه خافت من بعلها نشوزا وقالت امراه العزيز يا نساء النبي. كل ده لان البيوت كان فيها مشاكل. اول ما البيوت تستقر وتبقى البيوت فيها حنيه، وازواجه امهاتهم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وبعدين من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بقول الملمح ده ليه؟ عشان تقول إن الست هي أساس الـ الـ طبعا الـ عشان الاستقرار. أقول لك أساس الحنية والاستقرار والزوجية يعني إيه؟ يعني النفسية، يعني هي واحدة. حته من قلبك. وخدي بالك في عجاله برضك، ومش هيقفل عليا الحلقه سيدي احمد الا ما اقول ان هيقفل عليا انا. أبداً مش هيقفل عليك انت، هيقفل عليا. عايز اقول لك ان سيدنا النبي احنا فهمنا الحديث لما يقول وخلقت المراه من ضلع اعوج وان اعوج ما في الضلع اعلى. فنحن بنعاير الحريم ونقول لها طبعا لا ده دي ممدحه، لكن هم مش فاهمين. عارفه حضرتك هو الضلع مهمته ايه؟ ها مهمه العوجان بتاع الضلع ان يحمي ما يحويه. يعني هي الحمايه، يحمي ما يحويه. بس كل واحد بقى بيفكر. خدي بالك فالعوجان بتاعها ده عشان تحتويك. لماذا؟ لانك يا سيدي حينما وضعت في بطن امك كنت في رحم امراه، وحينما نزلت من بطن امك وبكيت كنت تبكي في حضن امراه، وحينما عشقت احتواك قلب امراه. فأنت في حياتك نزلت وتمتعت وعشت وأنت في حياتك المرأة. ولذا قال نبينا الذي كرم المرأة لا يهينهن إلا لئيم ولا يكرمهن إلا كريم. وسيدنا الحبيب يقول بيت فيه امرأة تكرم بيت فيه الغنى والرضا والقناعة وفيه الرزق الوفير بيت لا يدخله الفقر أبدا. انتهت قصة يوسف. الله يكرمك يا شيخ محمد. الله يرضيك ويحفظك. انا بس برد حق النبي. اه الممكن بيقول لك عظم على عظم يا مولاي. لا عشان محدش يقول على النبي ان هو اهان المرأة. عليه احنا اللي اهاننا المرأة يوم ان جربناها الى المحاكم ونزلناها. انا اسف نبقى الرجالة قاعدة في البيوت وهي بتشتغل عشان تأكله ويمنع عنها عيالها ويطردها في نص الليل ويقول لها البيت مش بيتك ولو عندك دم اتطلقي ولو عندك دم امشي.
ابدا، احنا اللي اهلناها من سيدنا النبي. ربنا يكرمك يا شيخ، صلى الله عليه وسلم، اشوفك على خير ان شاء الله. اضاء الله وجهك بالايمان وقلبك بالسعاده والاطمئنان. امين يا رب، امين يا رب. زي ما تعودنا مشاهدينا هنروح مع بعض لفقره مسجله من وبكره احلى ولو عشت وكان لي عمره. اشوف حضراتكم الخميس الجاي ان شاء الله الساعه 3. اشوفكم بالف خير. سلام عليكم. عليكم السلام.